بكام مثلا؟ تشوف تقرا اسعار كده وبتاخد لا ما بخشش والله، اصل لما تقول السمك في ناحيه واحنا في ناحيه فقليل لما نروح على ميومة. بس اخيرا المعلومه اللي انا عايزه اطلع بيها منك انه الطماطم اللي موجوده هنا هي اللي موجوده هنا، الطماطم اللي انت بتديها لتاجر في المهندسين هي هي نفسها الطماطم اللي انت بتديها في تاجر في بولاق او في عين شمس، صح؟ ما حضرتك الرقابه تايهه. طيب الرقابه تايهه عندها، وبعدين انت ساكنه في التجمع الخامس غير ما تكون ساكنه في هو انا عشان ساكنه في التجمع الخامس لو ساكنه هدفع اكتر. هو ما هو انا لما انا باخد نفس الطماطم، ما هو بتتقاس على كده يا دكتور امير، هي بتتقاس على كده. لا مش بتتقاس على كده. لا بتتقاس على كده. لا هو قصده هنا يقول لك ان هو بيجي لهم منتج منتج هنا بتاع التجمع انضف من منتج، وانا مش معاك في دي. لا 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 بس التات في عين شمس وبولاء بينزلوا وبينقوا وبيتخانقوا وبيعملوا كل حاجه. هي هي هبله. ما هو بينقي، ما هو واخد عامل حسابه ان ده هتنقي، عامل حسابه ان انت مش هتنقي، هو هيديلك السوبر سوبر وعارف ان انت هتدفع بالدولار. بقول لك ايه، انت فاكر الستات التجمع وما بينقوش؟ مين؟ ما بيتفاكرهم ما بينقوش؟ 99% لا بينقوا. واقول لك حاجه، ولو ما عجبهاش هتروح ترجعه له وترميه في وشه كمان. لو المنتج مش عاجبها. هي الفكره في ايه؟ انتوا عارفين بتلعبوا على ايه؟ انتوا عارفين، مش حضرتك يعني، التجار الصغيرين بيلعبوا على ايه؟ اللي في التجمع او اللي في المهندسين او او او. بيلعب ان كل التجار اللي جنبه زيه. تمام. فهتجيبي منين؟ روحي بقى اطلعي بره هاتي. هي دي الفكره مش اكتر. فاهم قصدي ازاي؟ تمام. يعني كل التجار اللي جنبي عندهم نفس حاجتي بنفس السعر، سواء بقى بيبيع مانجا عباره عن خيار مش مانجا ولا حاجه ولا ليه علاقه بالمانجا، او بيبيع موز ما نعرفش هو جايبه منين، ماله الموز البلدي ما هو حلو وفله. مال الموز المستورد اللي طالع جديد ده حاجه غريبه جدا. طب ما احنا لسه بالظبط. تمام ماشي. فهو عارف ان التاجر اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه الشارع بتاع حضرتك كله، كل التجار نفس اسعاري ونفس حاجتي ونفس السعر، هتجيبي من الاقرب وهو نفس السعر. هي بقى لو ست ناصحه شويه او الستات كلهم لو ناصحين وعملوا على شويه التجار دول كومبينه وراحوا جابوا من بره خلاص تفور. وده اللي انا عايز اقوله في حلقه النهارده. تلاقي حد جنبك تحتيك استغلالي، ما تجيبيش منه، ما حدش يجيب منه. اعملي مشوار كل اسبوع معلش بعيد شويه وهاتي حاجتك كلها. تمام. وما تجيبيش منه هو حاجه، سيبيه خلي يشوف حاجته لحد ما تبوظ وتخرب. هي دي بس النقطه اللي انا عايزه اوصلها. ما انت عارف البطاطس دي ب 5 و4 في السوق. تروح اماكن تلاقيها ب 6 جنيه، وتروح اماكن تلاقيها ب 8 جنيه وب 9 جنيه وب 10 جنيه. ايوه انا عارفه. والبصل ده ابو 2 جنيه من 2 جنيه. خلي بالك حضرتك، انا قبل ما اقعد معاك القعده دي واعمل حلقه دي، انا عملنا دراسه شامله ودراسه عرفنا كل منطقه بتبيع بكام والمنتج شكله عامل ازاي. يبقى الرقابة غايبة. اللي خلاني على فكرة ان انا اعمل الحلقة دي، انا كنت رايحة بصور تقرير خارجي عادي جدا في عين شمس، تقرير ملوش دعوة بالموضوع ده خالص. لقيت الفاكهاني واقف الفاكهة قدامه بتنور، حلوة الفاكهة، حلوة واسعارها حلوة، الاسعار جميلة. الله، امال ليه في مناطق تانية الاسعار مش كده خالص؟ يعني الاسعار مش كده. فما تقوليش ان المنتج اللي هنا ما بيروحش هنا. لا. لان الستات ما هياش هم. انا هقولك ازاي. ده بدل ما هتسوق 50 قفص هتسوق 200 قفص. ما هي بقول لك على النسبه. يسوق بدل ما تسوق 50 هتسوق 200. وبيقول لك ايه، مكسب مكسب قليل ولا ما بيقولها بعيد. بتاع القاهره الجديده والمناطق الشعبيه دي ممكن ياخدهم 20 قفص. بس ال 20 قفص دول هم يكسبوا زي 100 قفص. زي ال 100 قفص. ما هي كده. ادي فرق السعر وادي المناسبه لو بتاعته. في واحد بقى، لو في منفذ لكن اللي مؤاخذه مع احترامنا التجمع زي ما بتقول، ايوه، واتحط السعر معين، ايوه، والرقابه اشتغلت على جميع المنافذ الثانيه. ايوه هو ده هو ده. عاوزين منفذ، منفذ بيع في الاماكن في اي مكان الناس كلها. خلي بالك احنا دلوقتي بنتكلم على الخضار والفاكهه، انت لسه عندك لسه بند اللحوم بقى والفراخ والبقوليات والرز والسكر. لسه هنخش في بنود ثانيه. فاهم قصدي ازاي؟ فلو في منفذ بيع في كل منطقه معروف موحد هيجبر اللي حواليه يوحدوا اسعار. الله ينور. يحط نفس السعر. وفي نفس الوقت الرقابه لازم تكون موجوده، الرقابه لازم تكون موجوده مع جميع الاحوال. احنا فقدنا الامل. لا ما ينفعش حد النهارده من الرقابه. وسمعنا عشان تلغي. انا عايزه احل من انا عايزه الناس حل دلوقتي. الستات اللي بتتفرج عليا انا عايزه لهم حل دلوقتي. عاوزه تستنى الرقابه. عاوزه تحل الرقابه، ربنا ينفخ في صورتها ان شاء الله. انا بتكلم على حل حالا بقى دلوقتي. الحل حالا ايه؟ تزود المنافذ في الـ في الـ في, الـ في المناطق القاره الجديده، التجمع، مدينه نار، المنافس. نوحد الاسعار، عايزين الاسعار تبقى موحده. طب ما هم ماشي. وعايزين المنتج اللي يوصل للمواطن المصري اللي هو اخوك
اللي هو اللي هو يبقى عنده المنتج بتاعه كويس، ما ياخدش المنتج اللي يبقى في الاخر. طب هيروح فين؟ انا مالي ما يروح في داهيه تاني. انا مالي وانا لا 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 التاجر هيخسر، التاجر كده هيخسر مش هيشتغل. المنتج ده، المنتج ده اهم شيء، المنتج التاجر هيخسر. انا بتكلم على بيقول لي المنتج البايظ. هيروح فين؟ الله، انت تاكلني بايظ؟ لا مش هاكلك بايظ. بص انا فاهمك، مش المنتج بايظ، مش حضرتك اللي هتاكليه، انا حضرتك انا هقول لك. الله، هو يعني عشان منطقه تانية هتاكله تاكله وهو بايظ؟ ده لا لا مش بايظ، مش بايظ. بص ما هي كده مش بايظ حضرتك، انت حضرتك الطماطم فيه. ده كلام. بص حضرتك، ده كلام استاذ اميره. حضرتك بيبقى في فرز مثلا في الطماطم يعني. كلمني فرز اول، فرز ثاني، فرز ثالث. يروح فين بقى؟ ما يروح فين ده؟ طيب يعني ما احنا بنتكلم، خلينا نقول يروح فين. بس ما انا انا انا, أنا فاكره انت بتتكلم حاجات بايظه. لا مش بايظه، مش بايظه، مش بايظه، مش بايظه، مش بايظه، بايظه. في حضرتك حجم عالي، حجم ضيق، حجم ده حضرتك مش هتاخدي ده. على فكره في 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 الطماطم الصغيره دي في ناس بتحبها اكتر من الطماطم الكبيره. ما الاكل ده مزاج يعني. مش انتوا ليه بتحسبوها كده يعني؟ طب واللي فيها سوسه؟ لا اللي فيها اصابه ما تاكلهاليش على فكره. تعدم؟ لا اللي فيها سوسه تعدم. تعدم ما تاكلنيش اللي فيها سوسه. من قبل مين بقى؟ الله، على فكره في 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 دراسات بتقول ان الفاكهه او قطعه الخضار اللي فيها سوسه او فيها اصابه بتبقى لو حتى لو هي في جزء صغير منها هي صايباها كلها. كلها متصابه. طيب ما انا معاك، انا 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 مع لا ما لازم ياكلوا. الله، مش شح. لا انا ضدك. لا هياكلوا. لا انا ضد. هياكلوا صدقيني. خدها انت كلها. مين انت كلها؟ اكلها اكلها العيال. تمام، احنا وصلنا لمرحله الطبقات. لا بياكلوا والله. كده الطبقات. لا ده بترضى على نفسك ارضى على غيرك. انت ابتديتي ترضى على نفسك ارضى على غيرك. ابتديتي الحلقه بايه؟ طبقه وسطى، طبقه مفيش حاجه اسمها كده. ما تقوليش مسوسه، ما تقوليش مسوسه. وجعلنا بعضكم من فوق بعض. الله، طبقات. اللي انت بتقوله ده مش طبقات. طبقات لا، لا طبقات. خلي بالك اللي انت بتقوله ده مش طبقات، انت بتتكلم في في حته فاكهه او خضار مسوس. السوسه دي لا تضرها لو اشتالت كده. لا ما تضرها، في في دراسات بتقول ان كلها بتبقى خلاص. الشعب المصري بيهضم اي حاجه بصراحه. لا المفروض ما نتعاملش معاه كده. طب اسمعي، ده اللي لو اتعاملنا مع بعض، لو اتعاملنا مع بعض، خلينا في الوقت اتعاملنا مع بعض بطريقه احسن من كده. لو ادينا لبعض احلى حاجه في كل حاجه هتلاقي الدنيا بقت كويسه. تمام. لكن انا ما اقولش انت قلت لي، فانا سمعتك اما قلت لي فرز اول، فرز ثاني، فرز ثالث، وانا فاهمه انت تقصد ايه كويس قوي. لكن هتقول لي سوسه هقول لك لا. لا مفيش سوسه. هتقول لي بايظ هقول لك لا. فاهم قصدي ازاي؟ لكن فماشي تمام. لا انا احنا المهم وصلنا لوجهه، احنا وصلنا لنتيجه في الاخر حلوه قوي، اللي هي منافس بيع مختلفه، منافس بيع فيها الاسعار معقوله. معقولة. اللي هو انا عايز اوصل له لحلقتي اصلا النهارده. ايوه. فين هي بقى منافس البيع دي؟ هنعرف بعد الفاصل. بشكركم جدا. ملعب.